أخيراً جه اليوم اللي بنبدأ فيه أول عملية في تلفزيون الحياة. أول عملية يوم 27 يناير 2019، بنقوم على رجلينا تاني وبنعاود أو بنصر بكل إصرار وتحدي إن إحنا نكمل مسيرة الخير وما نسيبش الناس اللي اتعلقت في رقبتنا واللي وعدناها إنها إن شاء الله نكون سبب في علاجها. النهاردة أول عمليات، زي ما أنتوا عارفين معظم أو 90% من حالتنا حالة أطفال. بدأنا عمليات القلب، والنهاردة أول عملية قسطرة هتتعمل. زي ما بقول سعيدة جدا، لأن عشان نبتدي مسيرة الخير دي مرة تانية بتبقى حاجة صعبة جدا.